السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ النهاردة حابة اتفرج معاكم وفرجكم على مسجد الشيخ زايد. مسجد الشيخ زايد الكبير ده اكبر جذب سياحي يعني في ابو ظبي. المسجد دوت من كمية التصاميم الإسلامية والحديثة الموجودة جواه حاجة كده تحفة معمارية، من أول وجوده تحت الزخارف الجميلة جدا الموجودة تحت الأرض لحد ما بنطلع فوق للمسجد نفسه. يعني حاجة كده تحفة. تعالوا نتفرج عليه سوا ونشوف موجود ايه جواه. تعالوا دلوقتي، احنا دلوقتي لسه داخلين من الباب تحت الأرض. تعالوا نتفرج على عرض الصور اللي هما حاطينها تحت، حاجة كده جميلة جدا وشكلها تحفة أوي، تجذبك ان انت تتفرج عليها واحدة واحدة. صور مسجد المسجد نفسه، وصور للتراث الإماراتي. بجد حاجة، ومسجد أصلا يجذبك جدا إن أنت تشوفه من البداية للنهاية، يعني حاجة تحفة معمارية. هتتفرجوا معايا لنهاية الفيديو هتشوفوا على كمية الزخارف الإسلامية والتصاميم الإسلامية الحديثة اللي احنا شفناها جوه. يعني بصوا اللوحة دي جميلة جدا، طريقة العرض أصلا تخليك تشوف لوحة لوحة، يعني صورة صورة. دلوقتي احنا لسه تحت الأرض، شفتوا أماكن البازارات اللي تحت الأرض؟ يعني حاجة والله جميلة جدا وشكلها شيك جدا. بصوا منظر المسجد من فوق، شوفوا كمية الديكور وكمية الزخرفة وكمية الزخرفة الموجودة على العواميد والحيطان، كل حاجة معمولة بدقة رهيبة جدا وجمال مش طبيعي. يعني دلوقتي هنتفرج حتة حتة ان شاء الله. دلوقتي شفتوا كمية الزخارف او كمية اللوحات اللي مرسومين على الحيطان طول ما انت ماشي تحت الارض لحد لسه احنا كل ده لسه تحت الارض. صور جميلة جدا لشكل المسجد من الداخل، تعبر عن المسجد بشكل جميل جدا، يعني بتخلي الواحد هو ماشي متشوق جدا يشوف المسجد فوق شكله ايه. صور نقية جدا، صور جميلة جدا معمولة بزخارف، حاجة كده شيك. بصوا دي بقى تحفة، دي عجبتني جدا، معمولة بشكل جميل جدا. ولا دي ورد بارز تحفة، تلاقي المسجد من جوه مليان بالورد البارز، هتشوفوا دلوقتي معاكم. كل لوحة من اللي مرسومة ديت احنا شفناها جوه المسجد مفصلة بقى، كل حاجة بالتفصيل، زخارف إسلامية ومعمارية حديثة تحفة. بص جمال الحاجات دي، جميل جمالها، بص تحفة والله. بص كل الحاجات دي تخلوا دي أرضية المسجد، كمية الورود الجميلة دي أرضية المسجد، والحيطان والزخارف المرسومة على الحيطان فن معماري تحفة. حاجة بجد جميلة جدا، جميلة جدا، تشرف صراحة ان موجودة هنا في فعلا لازم تبقى جذب سياحي للزوار والسياح في ابو ظبي. دلوقتي احنا دخلنا على المسجد بقى من فوق، طلعنا فوق. بص شكل المسجد من بره، بص كمية المية قدامها حاجة جميلة جدا، بصوا على كمية الزخارف، بصوا الزخارف الموجودة حوالين المسجد، بصوا دي شكل العواميد، بصوا المسجد من جوه. بصوا العواميد، انا سمعت ان العواميد ديت حوالي 1000 عمود، بيعتبر 1000 عمود. وسمعت ان المسجد من الداخل اللي هي قاعة الصلاة الرئيسية بيقولوا انها معمولة بمرصعة بالذهب، يعني حاجة كده جميلة جدا. بص على كمية رسم الورد اصلا بدقة، والورد اللي على الارض، المسجد كله بالكامل حاجة جميلة جدا.
احنا دلوقتي لسه كل حاجة ده من برا، من برا المسجد، المية دي من برا المسجد، ده شكل المسجد، شكل العواميد الخارجية للمسجد زي ما قلنا كده، بيحتوي على 1000 عمود. بص اصلا مظبوطات الضوء بتدي شكل جميل جدا، ازاي حلوة جدا. بص اصلا شكله وجماله. طبعا احنا كنا وقت المغرب في الاضاءة عالية جدا، والمسجد مش ظاهر قوي، بس الزخارف اللي هي بره دي كان نفسي اوريها لكم. بص الاضاءة، بص المسجد من فوق، احنا دلوقتي دخلنا من جوه. بص شكل العواميد وشكل الزخارف الموجودة في العمود من فوق، ولا البيبان والزخارف الموجودة على البيبان والنقشة الموجودة على البيبان، ولا بص العمود، كل العواميد مرسوم عليها ورد كده. شايفين جمال الحيطة من جوه؟ شوفوا على كمية الورود والزخارف الموجودة حوالين كل ورد ده، كله بارز. انا هقربه لكم دلوقتي من على قرب. تشوفوه ده شكل البيبان من جوه، بص جمال البيبان، بص الورد ده، شكل الورد الموجود على الحيطان، ورد كله بارز، معمول بجد بشكل متقن جدا. خليكم معايا خطوة خطوة كده لحد النهاية، تشوفوا شكل المسجد كده. هوريكم من جوه بقى، احنا دلوقتي لحد دلوقتي ما دخلناش المسجد من جوه، من الداخل. كل دي الايه، الشكل الخارجي للمسجد. بصوا الورد اللي موجود على الأرض، بس الجمال والنظافة والحلاوة الموجودة في المسجد. ده السقف، ده شكل المسجد من الداخل بقى. شوف السجادة اللي في الأرض دي أكبر سجادة يدوية، يعني إيه، في العالم، أكبر سجادة يدوية تصنع في العالم، يعني حاجة معمولة كلها بدقة. شايفين النجفة دي وكمية الزخارف الموجودة جوه النجف، نجفة كبيرة جدا وشكلها يعني جميل جدا. بس نجيكم على القرب شوية، بصوا شكلها، مش متخيلين حجمها اصلا، كبيره جدا، ولا كميه الزخارف جوه. بصوا جوه مسجد، حاجه جميله جدا للصلاه جوه. اسماء الله الحسنى كلها مكتوبه على الحيطان. شوفوا السجاده دي كلها سجاده يدويه، يعني معموله بيدويه الصنع، يعني حاجه كده ايه. بصوا الوردة دي الورود دي كلها على الحيطان. شوف النقش اللي على الحيطان واللي على السقف، كل حاجة موجودة في المكان لازم تلاقي عليها زخارف. شوف أشكال العواميد، جبت لكم النجفة التانية كده من على قرب، دي نجفة تانية. شوفوا الآية القرآنية مكتوبة فوق، شوفوا أصلا شكل السقف أصلا. ده الورد اللي وريتلكم من شوية،
ده شكل بقى من ايه المسجد من فوق من السقف، ده شكل المسجد من الداخل. مسجد كبير جدا وجميل جدا. شوفوا كمية الزخارف الموجودة حوالين البيبان، ولا شكل الباب نفسه من فوق. عملوه بشكل متقن وشكل جميل جدا يجذب أي حد يجي يتفرج عليه. حبيت اوريكم كده جولة معايا داخل المسجد. ده يعتبر فن معماري بجد على اصوله. شايفين بروز الورد؟ انا عجبني جدا بروز الورد اللي موجود على الحيطة، صراحة معمول بدقة الايد اللي عمل والله. ولا كمية النقش، بصوا اللي موجود، بصوا كمية الزخارف اللي موجودة، ومنظر الجميل قوي الموجود على الحيطان. هقربها لكم شوية عشان تشوفوها. بصوا بصوا من فوق من بداية السقف كده لحد ايه لحد تحت. دلوقتي بقى هوريكم منظر المسجد من الداخل بالكامل بشكل كده طولي. بصوا ده شكل المنظر من الداخل، ظاهر فيه كل حاجة، كل الزخارف، الزخارف اللي على الحيطان. شايفين كمية الورد والزخارف الموجودة على الحيطة دي؟ بصوا السقف، بصوا النقش اللي موجودة على العواميد، ولا النجفة، النجفة التانية والتالتة. حبيت اجيبلكوا بشكل كده واضح قوي. بصوا كمية الإضاءة الموجودة جوه الورد اللي على الحيطة. نجيبلكم من على قريب شوية. بصوا الورد اللي مرسوم على الحيطة دي كلها جواها اضاءة ازاي. اصلا كمية المنظر اصلا جميل جدا. خلاص احنا كده خلصنا جولتنا. يا رب لو عجبكم الفيديو اليوم متنسوش بقى في اللايك والاشتراك للقناة، وشوفكم بخير يا رب ان شاء الله. مع السلامة، السلام عليكم.